رح نحكي عن فعالية معرض فني كان امبارح أقيم بمنطقة بيليكدوزو تحديدا بإسطنبول من قبل مركز الأعمال المتكامل. معنا بالاستوديو رئيس مجلس الإدارة الأستاذ طه خراط. يسعد صباحك أستاذ طه. سعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك وشكرا لاستضافتكم أستاذ يا رب. أهلا وسهلا فيك ويعطيكم العافية على المعرض اللي كان امبارح. الله يعافيك يا رب. خبرنا هيك شوي عن هذا المعرض، كيف نظمتوه وشو كانت الفكرة الأساسية من هذا المعرض وهذه الفعالية؟ المعرض تم تنظيمه طبعا من قبل مركز الأعمال المتكامل لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالمشاركة مع مؤسسة استفساركم التعليمية واتحاد الطلبة العراقيين في تركيا. طبعا فكرة المعرض هو دعم للفنان العربي الموجود في تركيا أيضا، وبالتالي كانت المشاركات مبارحة يعني ضمن المعرض والفعاليات مجانية 100%، فكانت المشاركات الحمد لله جدا جميلة، والفنانين يعني كل فنان كان ما شاء الله يعني عنده إبداع متميز خاص فيه، فكان جدا جميل يعني الحمد لله رب العالمين. ف يعني كان في إقبال رائع عليه، إقبال جماهيري. كنتم متوقعين مثلا يكون هذا الإقبال؟ والله بصراحة كان في بعض التوقع من الإقبال، لأنه يعني الأمور التنظيمية كانت الحمد لله على أكمل وجه تمت، ولكن صار في إقبال أكثر من اللي كان متوقع الحمد لله. جميل. المعرض كان هو فن تشكيلي أو بنقول رسومات وفن؟ نعم، المعرض كان هو فقرات أخرى. المعرض هو كان عبارة عن الفن التشكيلي والفن التطبيقي، وأيضا كان في فقرة توقيع كتاب للكاتبة الدكتورة زينب البياتي عن كتاب رحلة أمل وكتاب آخر. فكانت الفعاليات هي فقط عن الثلاث أمور اللي ذكرت لك ياهن، من ضمنهم كان في تقديم عروض من المؤسسة التعليمية أيضا ومن اتحاد الطلبة العراقيين وأيضا من مركز الأعمال المتكامل، كان في تقديم برامج مستقبلية لبعض المعارض والمؤتمرات المؤتمرات المستقبلية القادمة. المشاركين بالمعرض أو سواء الكاتبة اللي كان عندها توقيع كتاب هن من جالية معينة ولا كان في تنوع بالجاليات العربية كمشاركين؟ الحمد لله كان في تنوع من الجاليات، يعني كان في جالية هو من الجالية العربية، يعني كان في تنوع من الجالية العراقية أكثر شيء، كانت الجالية السورية و بعض الفنانين من الأردن والآخر من فلسطين، يعني كان عدة دول عربية، ولكن المشاركة الأكبر ما شاء الله كان المشاركة الأكبر هي للعراقيين، لأنه الفنانين العراقيين الموجودين في تركيا هن من أكثر الفنانين التشكيليين العرب اللي متواجدين في تركيا، يعني أكثر من غير جاليات تانية. مثل هذه الفعاليات التي تقام، وشهدنا هذا العام يعني نشاط بتنظيم فعاليات وندوات وما إلى ذلك للجاليات العربية بشكل عام، شو أهم العقبات التحديات اللي بتواجهكم أثناء تنظيم الفعاليات؟ هلا كعقبات حاليا أنه من الصعب الفنان يعمل أو مجموعة فنانين تعمل معرض خاص فيهم. طبعا الصعوبة يعني بتكون من التكاليف أو التنظيم، القاعات، الإدارة، الفريق، حتى المواد من المطبوعات وما إلى ذلك. نحن كمركز الأعمال المتكامل قدمنا المعرض كدعم للفنانين، وعبارة عن تسهيل أيضا، يعني فكرة عمل الشركة هو عبارة عن تسهيل للفنانين العرب المتواجدين بتركيا، وأيضا في مشاركات بتكون بكل معرض أو مهرجان فني أو غير فني بيكون موجود يقام في تركيا، بيكون في بعض المشاركين كداعمين أو رعاة، يعني بيكون من اتحادات أو جمعيات وما إلى ذلك. العقبات اللي بيواجهها الفنان اللي قلت لك إياها، طبعا اللي ذكرت لك إياها،
والحمد لله رب العالمين. يعني نحن بنقول انه مثل معرض مبارحة ما كان في عقبات بسبب انه نحن عندنا الخبرة الكافية بتنظيم المعارض والمؤتمرات خاصة في مدينة اسطنبول بأعمال سابقة. مثل من فترة نحن كان في لنا عمل سابق اللي هو مهرجان فوضى منتظمة كان أقيم في تركيا في اسطنبول في قاعة دار العجزة، وطبعا كان في إقبال ضخم، يعني كان عمل جدا كبير من مشاركة أكثر من 80 فنان عربي من مختلف الجنسيات، وأيضا كان من بعض الجنسيات الأوروبية. كنا عم نتحدث مع المتابعين حول الفعاليات اللي تقام اليوم بتركيا، كان عندهم لوم انه هذه الفعاليات لا تناسب ايام العمل، يعني تكون بايام العمل فما الكل متفرغ. هل اليوم فعلا بتحطوا اولويات لتنظيم هذه الفعاليات ليكون في حضور اكثر، ليكون في تفاعل اكثر من قبل الجمهور؟ نعم، بعض الفعاليات بتكون مثلا بآخر أيام الأسبوع سبت أو أحد، وبعض الفعاليات بتكون ضمن أيام الأسبوع بسبب مثلا هدف معين، يعني سياسة التنظيم اللي خلينا نقول مثلا إذا كان ضمن أيام الأسبوع فهو بيكون في عدد محدود للمشاركين وللحضور من ضيوف الشرف، من الدعوات، من المشاركين إن كان فنانين أو كتاب أو فنانين آخرين أو يعني رعاة، فبيكون حسب كمان يعني المكان حسب الوقت. أيضا لما بيكون بآخر أيام الأسبوع بيكون الإقبال أكثر، طبعا طبعا أكيد بيكون الإقبال أكثر. هلا نحن إن شاء الله بعد 20 يوم راح يكون في عنا معرض تعليمي، راح نقيم أيضا معرض تعليمي. المعارض هي أستاذة يارا مو فقط مقتصرة على المعارض الفنية، المعارض كانت أو المعارض والمؤتمرات بتكون برامج متعددة. يعني إن شاء الله مثل ما قلت لك بعد 20 يوم في عنا معرض تعليمي أيضا راح يكون مجاني، دعم للطلاب، دعم للمشاركين راح يكون مجاني 100% إن كان مشاركين أو حضور. طبعا هناك يعني بعض الرعاة للمؤتمر. نحكي كنعطي شوية تفاصيل إن أمكن مثلا عن هذا المعرض اللي يقام ولا بعد الخطط غير واضحة؟ هي الخطة تقريبا نصف جاهزة ويتم تجهيزها ودراستها. طبعا موجود فريق يعني كبير منهم استشاريين ومحاميين لإقامة المعارض والمؤتمرات اللي دائما شركتنا بتقدمها لحتى يكون على أكمل وجه، وخاصة يكون متناسق مع القانون التركي في الدولة التركية. بالنسبة للمعرض القادم إن شاء الله راح يكون في تقديم عروض للطلاب، خاصة الطلاب اللي استصعب عليهم إكمال دراستهم في تركيا أو اللي تم انقطاعه عن الدراسة بسبب الحروب أو بسبب الهجرة، يعني بسبب ظروف عديدة مرت فيها الدول العربية أو الجاليات العربية. فراح يكون يعني مثل ما بتعرفي المجال التعليمي بحر، يعني مو فقط مختصر على الجامعات أو المدارس، موجود أكيد راح يكون فيه موجود مدارس دولية، مدارس محلية، جامعات، عروض تدريبية، يعني ما حيكون فقط جامعات ومدارس، راح يكون في عروض تدريبية مهنية من بوردات عالمية، من جامعات عالمية. فإن شاء الله حاليا يتم التجهيز للمعرض يعني خلال إن شاء الله 20 يوم، وأكيد بالمتابعة متابعتكم لنا أو متابعة المشاهدين إن شاء الله راح يكون راح تنزل البرامج القادمة على صفحات التواصل الموجودة للشركة، وراح يتم الإعلان عنها طبعا مسبقا
عن كافة البرامج، وإن شاء الله خاصة البرنامج التعليمي اللي راح يكون بعد 20 يوم تقريبا. هو موضوع مهم اليوم فعلا، أنه تتوجه فعاليات أو ندوات محاضرات لفئة الطلاب تحديدا، مثل هذه الفعالية، يعني كونها مهمة وكونها تخاطب شريحة كبيرة من الطلاب، كيف يتم انتقاء المكان لمثل هذه الفعالية؟ نعم، هلا بيتم انتقاء المكان حسب ايضا الداعمين، حسب المشاركين المنظمين عفوا. المكان يعني كيف بدي اقول لك، مو ذات اهميه اكثر من الموضوع، لكن لتسهيل، يعني نحن اليوم باسطنبول أمر المكان يعني هو من أحد الأولويات للحضور. نعم، هون بيكون أستاذي الكريمة، هون بيكون حسب الشركة المنظمة. في شركات بتلاقي صعوبة بانتقاء المكان، وفي شركات ما عندها أي مشكلة بأي مكان. ولكن الأماكن المتاحة طبعا، انتقاء المكان طبعا أكيد رح يكون مناسب للحضور، مناسب للمشاركين، مناسب للرعاة، مناسب لضيوف الشرف، مناسب للضيوف اللي قادمين من خارج البلد. فبيتم انتقاؤه حسب المشاركين، حسب الحضور، يعني بيتم دراسة الحضور، هن من وين قادمين، وحتى يعني نحن منوصل بدراسة حضورهم انه هن شو جنسياتهم ايضا. حتى نختار المكان، حتى يتم اختيار المكان بالضبط المناسب للفعالية. بالضبط. هل عم تعملوا بهي الفعاليات على اشراك الجانب التركي، توجيه دعوات للأتراك أيضا لحضور هذه الفعاليات؟ طبعا طبعا أكيد. نحن بالأعمال السابقة كان في معنا ضيوف شرف أتراك، وكانوا أيضا من الداعمين، وأنا ذكرت لك قبل بشوي آخر مهرجان كان مهرجان فوضى منتظمة للفنون التشكيلية والتطبيقية، كان مهرجان فني متنوع، كان أقيم في قاعة دار العجزة في اسطنبول، وكان بصراحة في دعم تركي يعني جيد، وأيضا كان في ضيوف شرف أتراك، وكان دعم ودعم المهرجان صار لقاعة لدار العجزة بحد ذاته، يعني كان في تسهيل ما شاء الله رائع، وأخذ صدى عربي كبير. التنوع بالفعاليات، هدفكم من هذا التنوع أهمية اليوم، يعني نحن عم نشوف معظم الفعاليات عم تروح إلى جانب ندوات لكتاب مثلا، أو جانب ثقافي. بعض اللوم بيكون أنه في تغييب للفن الموسيقي مثلا بهذه الفعاليات، هل بتلاحظ أنه في تنوع أو ما في تنوع؟ كيف بتصف فعلا اليوم الفعاليات اللي تقام من قبل الجاليات العربية؟ صحيح، حاليا لأنه أستاذي الكريمة ممكن أنا قلت لك كل فنان حسب هو الفن اللي بيقدمه بيعمل فعالية عليه، ولكن كشركات منظمة نادرا ما لتلاقي شركة منظمة هي لتنظم الفعاليات. مثلا امبارحة نحن نظمنا فقط للفنون التشكيلية والفنون التطبيقية، ولكن أيضا في عندي برنامج قادم لجميع الفنون، معرض فني شامل ومعرض فني خاص بالفنون الموسيقية أيضا. طبعا بيكون في تغيب بسبب ممكن يكون بروز الفن الموسيقي كأمسيات أو ك يعني ندوات قليل، فما حدا بصراحة اتطرق له لهي الأهمية. نحن أكيد من شركتنا مطرقين لهذا المجال الفني، وهو مجال فني مهم جدا، وأكيد يعني أي ندوة راح تكون ندوة موسيقية راح يكون في عليها إقبال شديد. فنحن إن شاء الله من ضمن البرامج القادمة خلال الشهر أو الشهرين القادمين راح يكون في معرض خاص للموسيقيين والفنانين المطربين والمغنيين، يعني خاص معرض موسيقي راح يكون ندوة موسيقية، وحتى راح يكون في فقرات تدريبية أيضاً.
جميل، يعني يكون في هذا التنوع حاضر، بالضبط. ما يكون في تنصيف يعني أو تصنيف لهذه الفعاليات. مثل هذه المعارض مثلا أو هذه الفعاليات اللي تقام، أنا كفنان كموسيقي كيف ممكن أشترك؟ شو آلية الاشتراك؟ كيف ممكن أنا ألجأ لشركتكم أو غيرها لأشترك بهي المعارض؟ نعم، هلا نحن بكل صراحة أستاذة يارا، حاليا المعارض اللي عم نعملها بعض منها بيكون مجاني، الاشتراك بيكون مجاني، وبعض منها بيكون برسوم رمزية، يعني رسوم اشتراك رمزية لتغطية بعض تكاليف المعرض أو الفعالية. أما بالنسبة لكيفية الاشتراك، فالفنان يعني حسب تواصله مع بقية الفنانين، حسب تواصله مع بقية الجاليات العربية اللي موجودة على الأراضي التركية، بتوصله أكيد الفعاليات اللي بيتم عرضها. في فعاليات ما بيتم الإعلان عنها نهائيا. نحن إن شاء الله الفعاليات اللي راح نقدمها بالفترات القادمة، إن كانت فنية أو غير فنية، كله راح يكون في إعلانات مسبقة عليها، لحتى يقدر الفنان اللي ممكن ما عم يوصلوا مشاركات، ما عم يوصلوا دعوات، أو ما عم يوصلوا الإعلانات للندوات أو المعارض أو الفعاليات اللي تقام في إسطنبول أو بأي محافظة تركية، رح توصلوا إن شاء الله. يعني المقصد أنه بتهيئوا وبتعلنوا عن فعالية معينة، ومن ثم بتشوفوا مين المشتركين بهذه الفعالية، بالضبط. أو ممكن يكون مثلا في خيار آخر أنه كفنانين يشتركوا ويقترحوا عليكم مثلا مشروع معين بالتعاون معكم. هلا في هيك وفي هيك، الجانبين متاحين بالضبط، يعني. الجانبين متاحين، ولكن قبل أي معرض، قبل أي فعالية بفترة زمنية، بيتم الإعلان بشكلين. الشكل الأول بيتم الإعلان للاشتراك، الشكل الثاني بيتم الإعلان للحضور. ضبط. تمام. هل في تقصير اليوم بهذه الجوانب مثلا؟ يعني ذكرت انه بعض الاشخاص ممكن ما يكون عندهم درايه حتى بالفعاليات اللي تقام، وكان في بعض التعليقات ايضا اليوم عم بيقولوا انه في تقصير اعلامي، ما في تسليط ضوء اعلاميا على هذه الفعاليات بشكل كافي لنعرف فيها لنحضرها. صحيح، مع الأسف. يعني كتقصير إعلامي، بعض الأوقات بيكون الفعالية موجهة بعض الأوقات، وبعض الأوقات بتكون عامة، وبعض الأوقات أنا قلت لك، ذكرت لك قبل بشوي، بيكون في صعوبة بالتنظيم. صعوبة التنظيم أو قلة الخبرة، أو يعني كيف لأقول لك بأنه ممكن بعض الفنانين يعملوا فعالية، الفعالية مو فقط اللوحات أو النوع الفني، الفعالية بيكون بدها شؤون تنظيمية وإدارية كبيرة. صحيح. فهي يعني من المفترض حتى توصل ويسلط عليها الضوء من قبل الإعلام، من قبل أي جهة تانية، لازم يكون في إلها تنظيم إداري وإعلاني بشكل منظم، يعني يكون في إلى اختصاصيين حتى يتم إنجاحها 100%. كثير من الفعاليات يمكن وهي سبب رئيسي نقول بالتقصير إعلاميا أو بعدم تسليط الضوء إعلاميا، أنه بيكون في بشكل تطوعي مثلا بعيدا عن الشركات المنظمة، فبنلاحظ أنه هي بتكون مثل ما ذكرت قلة خبرة يمكن أو قلة تنظيم من بعض الجهات. كمنظمين أنتم لهذه الفعاليات، شو العوائق والصعوبات اللي بتواجهكم كعرب عم بيقيموا فعاليات بتركيا؟ هلأ كعوائق، بصراحة العوائق إذا كانت مثلا إذا كان إذا كانت الجهة المنظمة للفعالية غير مرخصة، غير رسمية، فمواجهة العوائق لا ولا أكثر منها بصراحة، ولا وعوائق لا محدودة. فطبعا الجهة المنظمة لما بتكون مرخصة ورسمية بشكل رسمي من قبل الدولة التركية لتنظيم هكذا فعاليات،
ما بيواجه العوائق أو العواقب الكبيرة، يعني خلينا نقول ممكن تكون عواقب رمزية أو بسيطة يعني إدارية أو بعض الاشتراكية يعني من المشاركين أو الإعلانية. هون بتصفي العوائق إعلانية دعائية يعني كتسليط ضوء عليها، ولكن بنرجع بنقول بأنه الخبرة هي يعني الخبرة والتنظيم هو الأساس بالفعالية. لا إنجاح هذه الفعاليات بالطبع. تحدثنا أنه بعد 20 يوم رح يكون في فعالية. إن شاء الله رح يكون بعد 20 يوم في فعالية، وهو معرض تعليمي. هذا المعرض التعليمي رح يكون مجاني أيضا 100% للحضور وللمشاركين أيضا إن شاء الله، ورح يكون في شركات وجهات تعليمية داعمة للمعرض وداعمة للطلاب، يعني راح يكون إن شاء الله، وراح يكون في فقرات تدريبية، فقرات عروض على منح وخصومات كبيرة إن شاء الله. هي تتعلق بالجامعات مثلا ولا قلت لا بشكل عام المدارس والجامعات؟ تتعلق بشكل عام عن التعليم، إن كان جامعات أو إن كان مدارس أو إن كان التعليم المهني. متنوع يعني شاملين التعليم بشكل عام. شامل نعم. جميل جدا، رح أتمنى لكم كل التوفيق بهذه الفعالية. يعطيكم ألف عافية أيضا على الفعاليات اللي أقمتوها مسبقا. شكرا كثير لك. شكرا لاستضافتكم أستاذة يارا، وإن شاء الله بالفعاليات القادمة بإذن الله أكيد رح تكونوا موجودين، نطلعكم على جميع الفعاليات، وحتى من ضمن الفعاليات راح يكون في فعاليات معارض ومؤتمرات دعم للمشاريع الناشئة، وأيضا دعم للمرأة العربية في تركيا ولأعمال المرأة إن شاء الله. هذه نقاط مهمة لابد من العمل عليها، رح نتمنى لكم كل التوفيق. شكراً كثير لانضمامك. شكراً كثير لك. شكراً كثير لك. الأستاذ طه خرات رئيس مجلس إدارة مركز الأعمال المتكامل.